صعبة جدا. كتبنا قلنا بعد اعتقال وزير العدل الأسبق أحمد سليمان إجرام السيسي رايح بمصر على فين؟ نشوف حضراتكم أو بعض من حضراتكم قال إيه؟ سحر بتقول السؤال الأهم هو اعتقلوا ليه في التوقيت ده بالذات؟ تعديل الدستور؟ والله يا سحر أنا عايز أقولك على حاجة، هم أصلا ما عندهمش توقيت، التوقيت اتفتح من ساعة ما قال لكم أو قال المصريين يعني ادوني تفويض لمقاومة الإرهاب والإرهاب المحتمل، من ساعتها التوقيت اتفتح. شكرا. هاني حافظ بيقول ده حتى الغيطي وقف برنامجه اذا كان بياكل ناس وهتستنى منه ايه. ده صحيح يا هاني، بس ما تزعلش على الغيطي، هيرجع يعني، ده بتاع مهاب مميش. حسام بيقول ذاهب الى اقصى الدرجات، واذا لم يفق الشعب من غفلته فسيكون اكتر من هذا. انا بقى مع حسام، انا مع حسام. احمد بيقول اذا كان باتش وجبروت السيسي وصل المعسكر الثاني امثال عنان ومعصوم هيفرق معاه المستشار احمد سليمان؟ باتش وجبروت السيسي طال وهيطول الكل طول ما هو مش لاقي حد يصده، اللهم ثوره. مظبوط يا احمد جدا. مصطفى بيقول رايح مكان ما راح اجرام مبارك والسادات وعبد الناصر ما دام في شعب خاضع وساكت. تحياتي ليك يا مصطفى. دودو بتقول كلما زاد الطاغي في طغيان الطاغي في طغيانهم كلما اقتربت نهايتهم، اللهم ثوره على الظلم والاستبداد، حسبنا الله ونعم الوكيل. هند بتقول رايح للنهاية الطبيعية لكل ظالم مستبد وخائن، لنهاية كل مجرم، لنهاية السيسي وزبنيته. فكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، دولة الظلم الساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. أتم الصورة لله. أنا مش عارف صاحب الحساب اسمه إيه، بس أنا هقول البتاع. يا أستاذ محمد، هو لا يستطيع إلا الهروب إلى الأمام رغم علمه ومن حوله بالخراب اللي فيه البلد، طالما أهلها مستنيين بعض وبيعزموا على بعض بالثورة، وهو عارف انه لو وقف او رجع خطوة هيتفرم، وبصراحة يحق له. انت رائع صاحب الحساب ده، رائع، انت رائع. انا عايز اقول لصاحب الحساب ده، يا رب اسمه ايه يا جماعة، ابو هاشم تقري او هشام، انا عايز اقول لصاحب الحساب ابو هشام ده، لكل المصريين اللي مستنيين تفرج، لكل المصريين اللي خايفين انه يتقبض عليهم، لكل المصريين اللي مرعوبين ليترفدوا من الشغل، لكل المصريين اللي خايفين على لقمة عيشهم، عايز أقول لدول ثلاث حاجات. أول حاجة، لو أنت خايف ساكت وخايف لأكل عيشك يضيع، هيضيع، خدها مني ثقة. لو أنت خايف لأنك ممكن تتحبس وهتتبهدل في حبس، هتتحبس وهتتبهدل في حبس. لو أنت خايف عشان الصحة وعشان مصر، استنى هتستنى مصر تبقى أحسن قدام، مش هيحصل، مش هيحصل، مش هيحصل. فسكوتك دلوقتي بيزود طغيانه بس، لكن اللي هيحصل ان مصر دلوقتي على شفا حفرة من النار، نسأل الله ألا تسقط فيها. لكن كل أسباب خوفك من انك تتحرك هتحصل لك، هتحصل لك يا معلم.